وأبو بكر هو أفضل الخلفاء، وقد أثنى الله عليه بقوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو الفضل، هذه نزلت في أبي بكر لما أقسم أن لا يعطي ابن مصطح شيئا من المال، وكان ينفق عليه. قثاثة بن مصطح كان ينفق عليه، فلما تكلم مع الذين تكلموا في الإفك انخدع بهم وصدقهم وتكلم، فغضب عليه أبو بكر وأقسم أن لا يعطيه، فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتل، يعني لا يحلف أولو الفضل، فسمى أبا بكر من أولي الفضل، سماه من أولي الفضل. وفي الآية الأخرى: إلا تنصروه فقد نصره الله لأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، منهم الاثنين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أثبت له الصحبة، صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر هو أفضل، ونطقت بهذا أحاديث صحيحة في البخاري وغيره، أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق، وذلك لسابقته في الإسلام ومناصرته للرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته له. ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على اختيار أبي بكر، ولما ارتد من ارتد من العرب، فالذي ثبت في وجوههم وقاتلهم هو أبو بكر، حتى ثبت الله به هذا الدين وقمع به أهل الردة، فضائله كثيرة رضي الله عنه، ويسمى بالصديق، ودرجة الصديقين بعد الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. فمنزلة الصديقين بعد الأنبياء، والصديق هو كثير الصدق، الصديق هو المبالغ في الصدق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقالوا إن قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون، قالوا إن المراد بهذا أبو بكر رضي الله عنه، جاء بالصدق وصدق به. نعم.